صباح الورد والفل والياسمين والنظافة والحفافة. قبل ما نبلش الفيديو بدي اياكم تكتبولي بالكومنتات، بلشتوا بعمل حلويات العيد ولا بعد؟ لأن ممكن أنه ما إلو زمان عيد الفطر، فبيكون مش كتير زهقتوا للمعمول للحلويات، فحبي أقرأ كومنتاتكم ونشوف إذا كنتوا جهزتوا وشو جهزتوا. أنا اليوم حبي أعمل التمرية بما أنه العيد هو عيد الأضحى، إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والرزق واليمن والبركات، وأهم شيء راحة البال، أمين رب العالمين. فحسيت أنه الحلويات اللي بيكون فيها تمر ويتضيف جنبها هيك القهوة المرة، هاي بيكون عزدين الطلب لهيك مناسبة. حاخد عندي مقلاية تكون واسعة مشان اخد ريحتي بالتحريك. هي الوصفة كتير سهلة فوق ما بتتخيلوا ومكوناتها متوفرة بإذن الله، بس المهم نكون مرتاحين بالتحريك. بسمي بسم الله وبشغل تحت المقلاية. أنا متأكدة هلأ بس تشوفوا هالوصفة قدي سهلة حتقوموا تعملوها وتخزنوها للعيد، لأنه هي بتضاين بدون براد. بدي تقريبا 100 جرام من الزبدة، وكل ما كانت الزبدة أطيب كل ما عطتني نتيجة ألذ لهالوصفة. هولي 100 جرام. عندي هون كيلو من التمر، هذا التمر أنا فصفصته عايدي، أنا ما بجيب التمر جاهز أبداً حبيب قلبي، بقعد وبفصفصهم وبشيل البزر من قلبهم. تفرجيكم هاي الكمية صدقاً صدقاً ما أخذت مني 5 دقايق شلت منهم هول البزرات. فأنا بنصح دايماً إنه التمر ما تجيبوه يكون مفصفص ومعجون، لا أبداً. التمر المعجون اللي بالسوق حبيب قلبي هو تجاري، بسموه بيزاري، يعني انتو ما بتتخيلوا انا عم فصفص هول التمرات او عم شيل البزر منهم، يعني نحن بنسميهم فصفصهم. يعني كم تمرة انا كبت لانه قلبه من جوا كان بقلبه شوائب، وهو هذا التمر من النوعية جدا ممتازة، يعني سعره مش رخيص، وبرضو مثل ما شايفين انا كبت كذا حبة. فإذا هذا الشيء بده يصير بأمور تجارية فما رح يكبوه، رح يعجنوه مع التمر المنيح ويبيعوه، وهذا ما عدا الغش، يعني بيكونوا طحنين معه قصص تانية مشان يزيدوا الكمية ببعض الماركات هني. لأنه سمعت أنا مرة، شايفين هذا البزر اللي فرجيتكم إياه، هذا النوى بيطحنوه مع التمر، اسم الله بيكون عنده المكانات قوية. هلا بيطلع لي حدا بيقول لي عم بتقولي اسم الله وهني غشاشين، يا جماعة انه اخذ على لساننا، عرفتوا كيف؟ انه بس نمدح شي شغلة منقول اسم الله ما شاء الله. مثل مرة تذكرت حدا، كنت انا مسافرة يومتها على ايطاليا، انا وبالمطار اخذوا مني قنينة المي كبولي اياها، كنت شاري قنينة مي جديدة، انا قنيني وهيدي قنيني، اخذوهم مننا وكبوهم بالزبالة، قال ممنوع يفوت المي لجوا. يا جماعة ليه؟ هيتها القنينة بعدها مختومة. قال لا، لانه حسب ما فهمت انه هذا قانون بالمطار، جوا المحلات اللي جوات المطار هذا حق لقلن انه ما حدا يفوت معه قنينه مي مشان نشتري من جوا. فيومتها انا قلت ايه انه الله يرزقهم مشان يبيعوا جوا، قام في حدا كتب لي عم بتقولي الله يرزقهم وهن خلوكي تكبي قنينه المي؟ شبك انت شبك؟ يا جماعه ما بعرف، انا الحمد لله ليك وحسب كل انسان كيف بفكر كيف النوايا. انا ما بندم ابدا اني اقول عن هيك قصص انه الله يرزقهم، الله خلص هذا حق لهم، يعني هو يلي فاتح المحل بالمطار، انتو بتعرفوا قد ايه عم يدفع بالسنه، قد ايه عم تيجي عليه ضرايب، فهو كمان يا زلمه عم يشتغل بعرق جبينه وبالحلال وهذا حق له. مثل مثلا انا على اليوتيوب عندي فيديو هاتي بيسرقوهم على الفيسبوك او على غير بلاتفورم، فهذا لإلي انا. ممكن يجي حدا شو يقول انه يا ليلى عم يسرقوا لك فيديو هاتك، انه هذا حقي انا هذا حقي، تعبي عم ينسرق يا جماعه. ودائما بقول انا ما عندي الا يوتيوب، انا مني على اي بلاتفورم تاني، ليلى جواد فقط على يوتيوب. فنفس الشيء هول اللي فاتحين بالمطار، برجع بقول الله يرزقهم، الله يرزق الجميع يا رب، الله يرزق كل حدا بيكسب رزقه بالحلال، بيكسب رزقه بتعب جبينه. انا برفع له القبعه والله.
لو خلونا نكب قنين المي برا ما بيأثر، يعني بالنهاية الزلمة فاتح جوا مشان نشتري منه. فنفس الشيء هول اللي بغشوا التمرات، الله يرزق الجميع ويهديهم بنفس الوقت، ما فينا نقول غير هيك. أنا ليكو التمر بس يشم ريحة النار بعد كم دقيقة مباشرة ببلش يدوب. أنا طفيت تحت التمر وحطيت هون مقلية تانية بدي حمص فيها السميد. عندي هون كوب من السميد، السميد الناعم طحين الفرخة، شايفين بيجي قوامه مثل الحليب البودرة. بدي حمصهم على الناشف، بحمصه كتير منيح حتى السميد يطلع ريحته ويغير لونه. أصلا أنا بشبه هاي الوصفة بالمعمول، إنه فيها سميد وفيها تمر، وبعد شوي حتشوفوا شو فيها، فيها في كل مكونات المعمول بس بطريقة ولا أسهل من هيك. يا سلام ريحة القصص المحمصة كتير طيبة، كل شي بتحمصوه سبحان الله ريحته بتكون كتير لذيذة. فأنا شو حأعمل هلأ؟ خلص هلأ كفاية، طفي الغاز بضيفه مباشرة فوق التمرات. بنفس المقلية بحط كوبين من الحليب البودرة، العيارات كلها بنفس الكوب حبيبي. ليكو انتو لاحظتوا اول كوب كيف اخد لونه؟ انا لسه ما شغلت النار تحته، الحليب دغري بياخد لون. يلا هلأ شغلت النار، رح بلش بالتقليب كمان بس يغير لونهم منضيفهم فوق الباقيين. شوفوا هالحلوين يلي كل يوم الصبح انا بصطبح فيهم، لك دخيل الله ما احلى صباحهم. دايما بحط لهم اكل هون قدام شيء، ما بعرف شو وقعوا برا عم خوفهم فزعوا هربوا، لانه في نسمه هوا برا فيا حرام خوفوا. طفيت تحت الحليب الباودر كمان، شايفين لونه؟ هلا بضيفه كمان فوق التمر والسميد. لا لازم نفضيهم كلهم، ما بيصير هيك. الله ريحة الحليب المحموس. دايما حبيب قلبي انا بشدد على النوعية يلي بنستعملها، ان كان بالزبدة ان كان بالحليب بتفرق كتير بالطعمة مش شوي. ما بدي انسى رشة الملح الخاصة لكل الحلويات. هلا هون بدي فرك بالايد طبعا، لبين ما تحمص السميد والحليب الباودر التمر كان برد شوي فبعجنهم بايدي. يا جماعه بعدها سخنه، خليني اقلبهم بالسباتولا وبعدين برجع بعجنهم بايدي. فشفتوا مكوناتها ما احلاها؟ شو اسمه معمول، معمول بس بطريقه سهله. بردت هلأ بشيل السباتولا وبدعكم بإيدي. بس قبل ما أكمل دعك شو حأعمل؟ حضيف علبة قشطة، علبة قشطة وزنها هتلا شوف قدي وزنها 250 مل. دايما افتحوا القشطة بهاي الطريقة بتنزل كلها. شايفين؟ ما بيضل بقلب شي. وبس هاي كل مكونات التمرية تاعنا يلي أنا مسميتها معمول، لأنه فيها كل مكونات المعمول، صح ولا لا؟ ومندعكن مع بعض. مشان هيك قلتلكن من البداية نقوا الطبق يكون واسع تناخد راحتنا بالشغل. شايفين حبايب قلبي القوام يلي حصلت عليه؟ يعني بطريقة إنه أنا إذا بشيل هيك لأعملها كرة. هلا ماني لابسه كعف بايدي التاني، بس البس كعف مع انه ايدينا نضاف يعني. ها يعني من صوب بنهار 50,000 مرة نحنا بصير على شكل كرة، وبصير بقى لتا بالسمسم المحمص بالجوز الهند. شو رايكم بصوته لهيدا العصفور؟ كأنه عم بيقلي انا عم غرد لك، سمعتيني؟ دخيل الله ما احلى صوته. ففينا نلتو بشو ما بدنا حبايب قلبي، باي نوع مكسرات او شيء نحن مثل جوز الهند مثل ما قلت لكم، او السمسم المحمص مثل ما بنحب.
نتركه على جنب هلا وبيجي لهون بحمص السمسم، السمسم الابيض بنفس المقلية. يعني شوفوا قد ايه اختصرنا جلي نحن. كثير بحب هيك وصفات بس نطلع الروايح الطيبة بالبيت، روايح العيد. ان شاء الله يا رب مثل هاي الايام الفضيلة سنة الجاي نكون نحن بالاراضي المقدسة. قولوا امين. ان شاء الله كل حدا نفسه يوصل لهونيك ويحج، وسنة الجاي انكتب عليه انه من حجاج بيت الله الحرام. ان شاء الله يا رب الله يكتب لي. شوفوا شو جهزت هون. الاشياء اللي بدي اغط فيها كريات التمرية، فستق حلبي وجوز الهند. جوز الهند هيدا فيكن تحمصوا، فيكن تتركوا ابيض، انا فضلت اني اتركوا ابيض. في عندي هون احذروا هيدا، شو هذا الزرشك. هلا ليكو انتو شوفوا المتوفر عندكم، انا هول المتوفرين عندي رح زين فيهم. وفي عندي هون الورد، الورد المحمدي كمان حافرط منه ورح لطفي كريات التمر. بياخد الكمية اللي انا بحتاجها من الورد المحمدي. شو بعمل؟ بياخد الوراق بفرطهم. ليكو هذا الخضار بشيله ما بكبه، هذا بنستعمله بس نعمل الزهورات، وبفرط الوراق. الله ريحته بتشهي القلب. بفرط الوراق بهاي الطريقة. هاي في كتير ناس بيفكروا انه هو حبوب الرمان، هو ابدا ما انه حبوب الرمان، هو بيسموه زراشك، بيحطوه على رز ودجاج، الأكلات اللي فيها رز بيطبخوه مع الرز، كتير طيب بيجي طعمته حامضة شوي. حتى الأتراك بيستعملوه بس يغلفوا فيه الحلقون. ياريتكن حدي وتشموا ريحة الورد. يلا حاخد عقد ما أنا بدي حجم الكرة، يعني أصغر من الكلمانتين أو الكليمانتين بشوي، يعني قد حبة الجوز تقريبا هيك بهالشكل. ومنلطه بشو منبلش؟ هذا منبلش بالورد. الله 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 الجمال ده، ملزقن عليهم. بدي اقول شغلة بخصوص التمرية حبايب قلبي، بخصوص التمرية اذا بدكن، لانه السميد عن السميد بيفرق. إذا شفتوا إنه طلعت معكم أنشف زيدوا له شوية قشطة، يعني أنتوا حطوا القشطة بالتدريج. تمام، بنحطها على جنب. باخد كرة تانية. ليكوا بتعرفوا شغلة، رح أكورهم أول شي وبعدين بلطهم. أو أنا وعم كورهم رح أحطهم شي بجوز الهند شي بالسمسم. ريحتها كتير طيبة، ريحة الحليب المحموس اللي فيها يعني ناقلة نقلة نوعية. بشو بنحطها هاي أولكم؟ نحطها بالفستق، نحطها بالفستق الحلبي. بعمل جهدي يكون شكلها كروي. بتشهي ولا لا؟ بدي بس فنجان قهوة. ليكوتي على السمسم، يعين السمسم بعده ساخن. تاع جوز الهند كمان بتشهي القلب. بدي فرجيكم هذا الزرشك اذا لطيتوا فيه كيف هيطلع شكله. هو يفضل انه ما ينكتر لانه حامض شوي، بس انا بحب طعمته. والله شغله ما اسهله،
دغري خلصت. هاي اخر كمية، اخر كرة قصدي. يا سلام، شي بيبيض الوش عن جد، بمكونات مثل ما شفتوا مكونات بإذن الله متوفرة. وبالنسبة للزينة والقصص يلي نحنا بدنا نغطها بقلب نلتهم فيها حسب الرغبة، شو الله مقدركم حطوا يلي موجود عندكم بالبراد، سمسم، جوز الهند، أي شيء. المهم نعمل شيء هيك نطلع روايح العيد عنا بالبيت. وشوفي شيء أطيب، هلأ نتدوق حبة مع فنجان القهوة. أي وحدة ندوقي أقولكم ليكو، أنا بحب هاي يلي بالزرشك، هاي عيني عليها من البداية، شكلها بيشهل قلب. بسم الله. طعمتها رهيبة، كتير طيبة، كتير كتير طيبة. يعني حتى أنا وعم شكلها أف 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 أف. دلق القهوة خير، يلا إن شاء الله خير. أنا وعم شكلها حبايب قلبي كانوا أولادي عم بيفوتوا ويطلعوا على المطبخ، ماما دوقينا، والله الأولاد حبوها كتير. تعرفوا الأولاد قليل ما يرغبوا يأكلوا تمر، فبهيك وصفات نحن فينا نطعميهم التمر بدون ما يحسوا يعرفوا حلو شو عم يأكلوا. بس أنا مني وعليه والله، أنا من أنا وصغيري كنت حب التمر، عندي علاقة حب مع التمر يعني من أنا وطفلة. فهلأ جاهزين تشوفوا أنا شو بدي أعمل غدا لليوم، واكتبوا لي بالكومنتات أنتوا شو غداكم لليوم، تفرجيكم أنا شو بدي أعمل غدا. سبحان الله حبايب قلبي، يعني عم بعمل الغدا وبدي فرجيكم أنا شو عم بعمل غدا. غدا شي كتير طيب. كنت ناوية أعمل ملوخية، فهيدي قال لي إنه بدنا ننزل نكمل تجهيزات العيد لأنه ما ضل كتير وقت، فقال بناكل تحت سندويش فلافل من محل فلافل نظيف نحن بنعرفه. فسبحان الله ليكو كنت أنا مجهزة الطناجر، وليكو مقلي الشعيرية. أنا دايما بقلي الشعيرية بهاي الطريقة، طبعا أنا بقليها بزيت الزيتون، فيكن تقلوها بأي مادة دهنية أنتو بتحبوها. بقليها وبترك لتروق نتفي، بعدين بحط عليها الرز. ليه؟ مشان ما تعمل هيدي اللي طش ويطلع الزفر والبخار تاع المادة الدهنية يعبي للدنيا هون. فهيك بينحط على نظافي وبيضل الغاز عندي نظيف وبيضل المطبخ عندي نظيف بهاي التركات البسيطة. ف وما تشاءوا إلا أن يشاء الله، سبحان الله. ألا تقل لو قل قدر الله وما شاء فعل. هيك ربنا بده إنه هلأ ما تنطبخ الملوخية اليوم، غداكي فلافل يا أم اللول. الحمد لله على كل حال، تركت كل شيء الحمد لله، ماني ناقعة على الملوخية وماني عاملة شيء. وفي شغلة حبي أقولها، دايما انتو بتشوفوني بالسوبر ماركت، هلا خليني اقولها هيك على السريعة قبل ما اروح لانه لازم اطلع جهز حولي وجهز الاولاد وننزل بقى على السوق. فبخصوص القهوة المرة يلي كتبتولي عليها كومنتات، انا ما بعرف يلي كتب لي هاي الكومنتات هنن من اي دول. حبايب قلبي انا انتو بتشوفوني بس بروح على السوبر ماركت بشتري هالقنينة، عكتر ما نحن حدا بيحب القهوة المرة فبشتري هالقنينة. نحن قهوة المرة تاعنا تاع بلادنا تاع بلاد الشام بتجي هيك، منجيب القهوة نحنا خشنة منغليها مثل ما فرجيتكم بفيديو الحلقون أو الحلقوم، منجيب القهوة خشنة منغليها، الهيل ما منحطه معلش. كله كتب لي يا ليلى وين الهيل، ويا ليلى ليه جايب البن أسود، نحنا بنعمله بالحبة البن السوداء. حتى فيكن تعملوا سيرش وتسألوا إجمالاً سوريا لبنان، ما بعرف إذا كان مثلاً بقية البلاد كمان فلسطين أردن، يعني إجمالاً بلاد الشام بيعملوا القهوة من الحبة البن السوداء.
فكتير ناس استغربت وقالوا لي لا نحن بنعملها من حبة البن الشقرة. كلامكم على الراس والعين وكلامكم مزبوط 100%، بس ببلادكم ببلادنا نحن هيك بتنعمل القهوة المرة، بتنعمل بحبة البن السوداء مثل ما فرجيتكم. يعني حتى صاحب المحمصة ضف لي 50 جرام حبة بن شقرة، هو حبي يضيفها. إجمالا أنا بعملها بس بالحبة البن السوداء وبتطلع نكهة القهوة رهيبة، بس ما في غلط إنه نضافت هالخمسين جرام، يعني ما عطت كتير تأثير على كمية القهوة اللي أنا كنت جايبتها. ومنغليها ومنصفيها، منبردها ومنحطها بالبراد لأنه تقص الشوب، وإجمالا هي أصلا ما بتخرب برا. بالمناسبات إن شاء الله الله يديم المناسبات السعيدة، إذا كنتوا عاملينها لمناسبة وعارفينها رح تخلص دغري بتحطوا الهيل معها. إذا عارفين حالكم عاملينها للبيت مثل ما أنا عملتها للبيت، أنا عملتها للعيد، فما فيني حط الهيل معها. في ناس ما بتشربها بهيل، والهيل بيسرع مدة، يعني مدة صلاحيتها بتكون كتير قصيرة للقهوة. حتى شايفين هاي الزجاجة القهوة المرة، شايفين الهيل وين حاطينه؟ حاطينه بكيس على جنب، انتو بس تغلوها بتحطوا مع الهيل. فحبيت هيدا التوضيح واضحه حبايب قلبي للناس اللي كتبت لي هول الكومنتات، بس اكتبولي انتو من اي بلاد لحتى هيك استغربتوا. كلامكم على الراس والعين وقهوتكم طيبة، أنا دايقة قهوتكم. وفي مرة حدا من حبيبات قلبي من قطر بعتت لي القهوة وأنا رجعت عملتها على الطريقة المزبوطة وكتير طيبة، قهوتهم بتيجي شقرة شقرة كأنكم غالين هال كتر منا شقرة، وكتير كانت طيبة. سبحان الله نحن معودين على قهوتنا السودة، بتيجي سودة، حتى ما نسميها صحيح سودة بس بتبيض الوش. بتمنى تتقبلوا جميع الثقافات وجميع بالنهاية أنا دايما برجع بقول الكتاب الكتاب قال الطبخ يا جماعة ما إله كتاب، كل حدا بيطبخ على ذوقه، بيشرب على ذوقه، بيلبس على ذوقه، بيحكي على ذوقه. طبعا مش شو ما كان بيحكي بحدود اللي ما بيتعدى فيها على حدود الآخرين. فبحبكن كتير وتأخرت كتير، ولازم اطلع جهز حولي وجهز الاولاد، وبرجع بقلكم كل عام وانتم بالف خير، وناطره كومنتاتكم تقولوا لي انتم شو اشتريتوا شو جبتوا. حبيبات قلبي بشوفكم بفيديو جديد باذن الله، باي.